الحلقة الستة من سلسلة فن نجاحتك بأي علاقة، علاقتك يعني سواء عشاد سواء زمالة قرابة أيا كان. النهاردة حلقة الخطوبة مجموعة نصايح كده لازم تخلي بالك منهم، لأن بنعتبر إن الخطوبة المرحلة الأخيرة قبل التدبيسة، يعني إنجاز التعبير. إحنا هنقول شوية علامات في حلقة النهاردة، لازم أنت تبص لهم بعين الاعتبار في اللي أنت مرتبط بيه الكلام ليك رجل أو امرأة. يعني لو ما لقيتهمش في الطرف اللي انت مرتبط بيه، وصعب ان انت تكون مكمل معانا في ال5 حلقات اللي فاتوا وتوصل للمرحلة دي وتلاقي يعني الحاجات دي موجودة في الطرف الاخر، هيبقى صعبة. وبس خلينا نفترض كل الاحوال، يعني لو لقيتهم يبقى لازم تعيد حساباتك، عشان ده شخص يعني بوزك هيبقى في بوزه بقية العمر. فالموضوع محتاج ان انت تتعب وتفكر وتدرس وتفهم وتشوف الشخصيات هتتلائم مع بعضها ولا لا. احنا قلنا عملنا 5 حلقات من بداية الاعجاب، ازاي تتأكد ان هو مناسب ليك، ازاي تعرف صدق مشاعره، ازاي. النهاردة موعدنا مع ال6، اللي عايز ان هو يسمع الحلقات دي هيلاقيني مثبتها في اول تعليق وصف الفيديو الحلقات الخمسة اللي فاتوا عشان يرجع لهم. وهنبتدي على طول، بس الجديد يعرفنا بنفسه عشان نرحب بيه في التعليقات، او حد من عيلة القدام يرحب بيه يقوم بالواجب. يعني ركزوا معايا بقى، اول حاجة لازم تاخد بالك من نقطة الاهل. هل هو او هي بيحترم اهله دايركت؟ لان هو لو ليه خير او هي ليها خير في اهلها، يبقى هيبقى ليها خير فيك وفي اهلك. بس دي نقطة مهمة قوي، مش معنى بس يعني ايه، مش معنى ان انا حبيته خلاص. يعني في حاجات بقى يا زي ما احنا بنقول كده بنشيك في النهاية، كده بنشيك بنطمن كده كي يطمئن قلبي زي ما احنا بنقول، على ما ندخل على القرار اللي هو المصير ده. هل هو بيحترم اهله؟ هل هي بتحترم اهلها؟ ركز قوي وخلي بالك، او خلي بالك قوي من النقطة دي قبل او في مرحلة الخطوبة قبل الزواج، لان الزواج يعتبر مرحلة صعب الانفصال يكاد يكون مستحيل فيها، وحتى لو حصل بيبقى ليه توابع وحش قوي على الطرفين. فخلي بالك من النقطة دي. تاني حاجة، انت لو انثى خدي بالك هل هو بخيل ولا لا. تبدي تعرفيها ازاي؟ هل هو لما بتطلبي حاجة منه بيأثر، بيقول لك مثلا بيعمل نفسه مش واخد باله، بيعمل نفسه نسي، بيقول لك لا بلاش، لا مش مهم. لما بتطلبي حاجة من حقك بس تكوني عارفة ان ظروفه تسمح، مش تبقى ظروفه لا تسمح ووقته لا يسمح، وتطلبي منه وتقولي ما بيسمعش الكلام، او انت طلباتك اوفر لا تتناسب مع امكانياته وتيجي تقولي ما بينفذ. لا، بس لو انت عارفة اوريدي ان هو معاه ويقدر يعمل وينفذ وما بيعملش، يعني هو انا بطلب منه دلوقتي هو يقدر ان هو يعمل بس ما بيعملش. انت كرجل خلي بالك، لو لقيتها عارفة امكانياتك وظروفك وبتحملك وبتطلب منك أزيد منها، خلي بالك من النقطة دي، تعتبر سلبية، لأن ده هيتراكم وهيتفاقم بعد الزواج وهيصبح عادة عندها وعنده لو احنا بنتكلم عن الرجل. يبقى كده نقطتين مبدئيتين مهمين قوي قوي يا جماعة، بلاش نمشي بمبدأ فوت وبعد الجواز، لأن مفيش بعد الجواز حاجة اسمها بيتغير للأفضل. أنا بنصحكم كأخ وبراحتكم، أنا مش هرغمكم على حاجة. اللي أنت شايفه في مرحلة الخطوبة هو ده اللي أنت هتشوفه بعد الزواج. وتاني بقول، سلسلة فن العلاقات دي من أهم الحلقات اللي أنا عملتها، فلو شايفينها مفيدة تدوسوا لايك وتشيروها عشان توصل لأكبر قدر من أصدقائنا. إحنا هدفنا الإفادة، تعوم أنت مش هتخسر حاجة وأنت مش هتخسري حاجة. ولو شايفين العكس دوسوا ديسلايك وما توصلش لحد برضو، دي انت وضميرك يعني زي ما احنا بنقول. تعالوا بقى نشوف اللي بعد كده بالك، او انت هنا التحديد للانثى شوية، هل هو عنده نقص ولا ما عندوش. في بعض الرجال لما بتخطب البنت وتحس ان هي اتعلقت بيها، بتحس ان هي ضمانتها بقى وبقت بتاعتها، فيبدأ يبان جزء من الحقيقة المخفية ان هو ممكن يكون عنده نقص، يعني من اشباه الرجال. دي تعرفيها من علامات بسيطة اوي، بيعلي صوته عليكي
على الفاضية والمليانة، بيتعمد قدام الناس ان هو يلغي شخصيتك وما تتكلميش، اسكت انت ما تتكلميش وانا موجود انا اتكلم، كل حاجة تقوليها يقلل منها ويقلل منك كده، مهمش رأيك على جنب، دايما يحكي عن تفاصيل وعن بطولات وانجازات عن نفسه بدون يعني سبب وبسبب، كل دي اشياء تحس ان هو مش بتاع مسؤولية شوية وبيهرب منها، كل دي حاجات بتديكي كده ضوء احمر قبل ما انت تكملي، يعني معاه بتعرفك ان الرجل ده بدأ يبان على حقيقته والخسائر، يعني دايما يقول لك الخسارة القريبة ولا المكسب البعيد، حتى لو انت قلت طب انا حبيته وتعلقت بيه حتى لو لقيت كده افكر واسيبه، طب مش احسن ما تلاقي كده بعد الجواز وتسيبوه تطلعي بعيل وتتحسب عليكي جوازة؟ في يا جماعة ايوه، ما هو معنى ان هو موجود كده في فترة الخطوبة احنا بننبهك هو تبقى هيزيد وهيتفاقم، وعاجلا ام اجلا يا اما هتعيشي مذلولة يا اما هتطلقي، يبقى تسيبيه دلوقتي وشوية وجع ولا يحصل اللي احنا بنقول لك عليه ده لا قدر الله، ده لو موجود، مش موجود خلاص، انما لو موجود هننكر هنضحك على نفسنا؟ لا مش هنضحك على نفسنا، هنواجه نفسنا طبعا، لان هو ده سر السعادة، واحد عايش سعيد وواحد عايش تعيس، بإيدك إن أنت تعمل كل حاجة. الحاجة اللي بعد كده بقى، والعلامة اللي بعد كده، حاول دايما تعرف خطته أو خطتها بعد الجواز. أنت عايزة تشتغلي؟ اعرفي وتأكدي واملي إيديكي إن هو مش هيقف قدام طموحك ده. عايزة تكملي تعليم أو دراسات عليا؟ تتأكدي من حاجة زي كده. طيب أنتي يمكن هو ما يكونش عايز يخلف بعد الجواز على طول، في رجال كده، يمكن يكون هو من محب التعدد، يعني بعد فترة يفكر يتجوز واحدة تانية، حاولي بشكل غير مباشر أو مباشر تفهمي وجهة نظره إيه في الأسئلة والمواضيع اللي زي دي، مهمة أوي أوي عشان تبقي عارفة. أه أنت لو عايزة تكملي دراسة عرفي هيخليكي تكملي؟ هيصرف عليك ولا هيقول لك ابوك يصرف عليكي؟ لو هتشتغلي هيخليكي تشتغلي؟ نوعية لبسك دي بعد الجواز هيبقى عنده مشكلة فيها اللي انت بتحبيها وبترتاحي فيها؟ الخلفة هو ناوي يخلف ولا يأجل ولا التعدد هو من، يعني مثلا حتى هديها بشكل غير مباشر، ليا صاحبتي مثلا جوزها بيفكر يتجوز عليها، شوف رد فعله وهيتحمق ويقول لك لا وما ينفعش ولا الموضوع عادي كده. في حاجات تقدري ان انت تستشفي منها نوعية وطبيعة وشخصية الطرف اللي قدامك، وفي الآخر براحتك القرار ليك، عايزة بعد ده تكملي كملي، مش عايزة خلاص. وأنا دايما بقول سلسلة فن العلاقات، احنا كده خدنا الستة السادسة، الحلقة الجاية إن شاء الله هتبقى الزواج بقى، ودي حلقة مهمة قوي عشان في شريحة كبيرة قوي متزوجة، نصايح مهمة قوي يعني ومفيدة، وأنا قلت الثمان حلقات يعتبروا مكملين إيه لبعضه، انا قلت حتى لو انت عديت المرحلة دي ممكن تفيدي ابنك بنتك اخوك صاحبك جارك حد عزيز عليك، مش شرط ان انت تستفيد من نوعية الحلقات دي انت شخصيا، ممكن حد يعز عليك وتكسب ثوابه وربنا يعوضها لك في حاجة تانية او يعوضها لك في حاجة تانية. عامة اكتبوا لي ارائكم في الحلقة دي لان انا بقرا كل تعليقاتكم وبحب اتعرف عليكم من خلالها، وتاني بقول اللايك والشير هم دول اللي هيوصلوها لاكبر قدر، يا ريت اللي بيتفرج عليا لو شايفها مفيدة ممكن تفيد حد ما يبخلش علينا بحاجة زي كده، او على الحلقة او على المتابعين او على المحتاجين بشكل يعني ادق بحاجة زي كده، انت مش هتخسر حاجة، انت بس هتساهم ان انت تنصح حد من حاجة ممكن تكون مصيرية بالنسبة له، فربنا يردها لك في حياتك. الانستجرام والفيسبوك قنواتنا التانية اللي بيسأل ازاي يتواصل معاك، كل ده في وصف الفيديو اول تعليق، تشرفوني اوي لو انضميتوا ليهم، والى اللقاء.